طب فين؟ طب خلاص خلصت من الرأي الجاهل، هات لي الرأي المستنير بقى. هناك دكتورة من يرى بأنك تتعمدين في الواقع إثارة قضايا جدلية، تعرفين سلفا بأنها تستفز الآخرين، أليس كذلك؟ يعني أنا ناقصة، أنا فاضية علشان أنا مشغولة بكتاباتي. أنا واحدة بلغت 75 سنة وطبيبة ومن أوائل الطب والأدب. طيب. واخدة جوائز عالمية. نعم. أستفز إيه؟ ورا فضيالكم. طيب هل تعتقدين دكتورة حقا بأن كتبك كانت ستترجم إلى هذه اللغات الكثيرة في العالم لو لم يكن فيها هذا النوع من الإثارة والاستفزاز في اعتقادك؟ ها ونجيب محفوظ الترجم ليه وخد نوبل ليه؟ أنا لو خدت نوبل وسأخذها هتقولوا برضو دي بتكتب للغرب. انا بكتب وعارفه ان انا هدخل السجن، ما يهمنيش، انا مش عايزه ابقى وزير، انا كان ممكن ابقى وزير.